هذا النوع من الأقمشة في أكثر من مكان ومدينة في كردستان. ومن أهم الأماكن التي تنتج هذه الأنواع من الأقمشة هي مدينة ساخو، بالإضافة إلى قلادزة وحلبشة، ومنطقة هورمان تحديداً في بيارة وتولة، أو منطقة بيجدر تحديداً ناحية هيلشوب. نرى بأن صناعة هذا النوع من الأقمشة هي مهنة رائجة، أما في مدينة ساخو تحديداً في مجمع بيرسلفا والعديد من المناطق المحيطة بساخو، فإن صناعة هذا القماش أيضاً تعتبر من المهن المهمة والرائجة، وتشتهر ساخو بنوع خاص من هذا القماش الذي يسمى كردر. مجمع بيرسلفا يتبع ناحية دركار عجم. في هذا المجمع يعيش المسلمون والمسيحيون في مكان واحد سوية. هذا المجمع يعرف بالتعايش السلمي بين أكثر من 700 بيت. يبعد هذا المجمع عن ساخو لمدة 15 دقيقة، كما يحتوي أيضا على مخيم للنازحين. في هذا المجمع 55 بيتا يعملون أغلبهم في صناعة هذا النوع من القماش. ولنريكم تفاصيل صناعة هذا القماش زرنا بيت العم عوديشو، وهو مسيحي يسكن مجمع بيرسلفا. يسكن العم عوديشو هذا المجمع مع أحد أشقائه، وهو من أشهر من يصنع هذا النوع من القماش، وقد بدأ بمزاولة هذه المهنة منذ أكثر من 4 عقود. وهو يقول بأنه تعلم هذه المهنة عندما كان في سن 11. في هذا البيت ينشغل 12 شخصا في أداء هذه المهمة الصعبة جدا، والتي تمر بأكثر من مرحلة من تنظيف وتصفية فرو الماعز إلى أن تصل العملية إلى قماش جاهز للخياطة. يجب أن نعلم بأن هذا القماش المصنوع من الفراء لا يمكن صناعته من أي نوع منه، بل يؤخذ من فراء ماعز يسمى مرز، وفي ساخو يسمى بجوير. هذا هو شعر الماعز الذي يستخدم لصناعة هذا الفراء. مام عوديشو وأخوه جاهزون ليتحدثوا لنا حول كافة مراحل تصنيع هذا القماش. في البداية يجب أن يغسل الفراء لأكثر من 3 أو 4 مرات بالماء ومساحيق الغسيل، وهذا العمل هو من اختصاص النساء، لكن الرجال أيضا يساعدون نساءهم في هذا العمل. عصمة شقيق مام عوديشو بدأ بغسل الفرو إلى أن أتت شقيقته جوان كوركيس وأخرجت الفراء من الماء ليوضع المسحوق عليها، ثم يضرب بهذه العودة الخشبية التي تسمى شونيك لتنظيفها من الأوساخ. السيدة جوان خبيرة في تنظيف وترتيب الفراء وإعداده، لأنها تعمل منذ زمن بعيد في هذا المجال. بعد غسل الفراء تنتظر السيدة جوان إلى أن يجف وينشف. أما الآن تأتي مرحلة التمشيط.
يمشط الشعر بشكل محكم ليتم تفكيكه عن بعض. جوان خان تجلس أمام جهاز التمشيط ثم تدقها بهذه القطعة الخشبية. المشاطة هي عبارة عن جهاز قديم جدا يستخدم في هذه المهنة منذ فترة طويلة. بعد التمشيط تبدأ عملية صبغ وتلوين الفراء. الألوان تكون على حسب طلب الزبائن. التلوين والصبغ سيكونان من مهمة ومسؤولية عصمة ومغوديشو. المهمة تبدأ بوضع مسحوق الألوان في قدر من الماء الساخن. في البداية يوضع اللون الأحمر الشبيه بلون الكبد في قدر الماء، ثم تقليب الفراء بعودتين خشبيتين طويلتين، وتترك لمدة 20 دقيقة في الماء الساخن على النار ليتشرب الفراء من اللون. إكمال جميع المراحل للوصول إلى قطعة قماش تكفي طقما كاملا للزي الكردي تحتاج إلى 50 يوما. كان العم عوديشو قد جهز مسبقا كافة المراحل التي يمر بها إعداد هذا القماش، حيث تتغير الألوان حسب كل مرحلة. الآن يتم تلوين الفراء ووصلنا إلى مرحلة الغزل. في هذه المرحلة الشعر في داخل هذا الفراء يتحول إلى خيوط طويلة. لنرى كيف يتم تنفيذ هذه المرحلة. الآن نحن في مرحلة الخيوط. حتى هذه اللحظة لم يتشكل الفراء الذي نريده. سنضع هذا المحلول الذي يتكون من مسحوق الألوان والماء، ويتم استخراجها من عشبة تسمى أسليريك. تجفف هذه العشبة بعد قطعها ثم تطحن ويضاف إليها القليل من الماء، وتتحول إلى شكل يشبه العجين. هذا المسحوق المخلوط من الماء والعشبة والتي تم تجفيفها تجهز للتلون بها هذه الخيوط. الآن جاء دور العم عوديشو وابنه للمهمة الثانية. تحمل الخيوط بشكل منحني على اليد لتمزج مع مسحوق الألوان الذي تم عجنه وخلطه مع الماء لكي يمتزج جيدا مع الخيوط. هما يقولون بأن هذه العملية تطيل من عمر الخيوط وتقويها. وبعد مزج الخيوط في المحلول توضع داخل جهاز يسمى جهاز المقلب. الجهاز بسيط جدا، يتكون من جزئين أو ثلاثة أجزاء، ومهمته تفريق الخيوط عن بعضها بعد التساقها بسبب المحلول. هذه العملية أي وضع الخيوط في جهاز المقلب يقوم بها ابن شقيق العم عوديشو ووالده أي الشقيق الآخر لعوديشو وابنه،
وهذا يدل على أن هذه العملية تحتاج إلى أكثر من شخص للوصول إلى مرحلة القماش الجاهز للخياطة. لذلك فإن جميع أفراد هذه العائلة يشتركون في هذه العملية، وكل واحد منهم يعرف مهمته والمسؤولية التي توضع على عاتقه. والآن تبدأ عملية الهزي والفرد. هذه العملية تكون خارج البيت وفي مكان واسع جدا، وفي أغلب المناطق في هذه القرية تكون عملية الهز أمام البيوت. هذه العملية تحتاج إلى قطعتين حديديتين تعلق عليها أنبوبتين أخريتين بطول 13 مترا، أي بطول القماش، وفي مناطق أخرى من الممكن أن يعطى للطول مسافة أكثر، ولكن القماش في زاخو يكون فيه العرض أكبر من الطول. كما قلنا، قطعتين من الحديد تعلق على كل منهما أنبوبتين أخريتين بطول 13 مترا. هذه العملية تحتاج إلى 4 أشخاص، كل واحد يمسك بمقص لتنظيف الخيوط وهزها والتنسيق بين أطوالها، ويستمر هذا العمل إلى أن تنتهي عملية التنسيق في أطوال هذه الخيوط. ولتنفيذ المرحلة التالية توجهنا إلى بيت عصمت، لأن هذه المرحلة عبارة عن تحريك للخيوط كي لا تتمسك ببعض ويتكون القماش. يقول عصمت أن هذه الحركة تسمى ببعض المناطق في زاخو بعملية دسقة، وفي مناطق أخرى من كردستان تسمى جولة. يوضع الجهاز في إحدى الغرف الواسعة ويتحرك يدويا بحركة اليدين والأرجل، وتحتاج هذه الحركة إلى تركيز عالي لمنع تداخل الخيوط ببعض. يحتوي هذا الجهاز على ميكوك خاص يتم فيه ربط الخيوط ببعضها لكي يمنع التداخل بينها وبين بعض، ويمنع إفساد القماش المطلوب. هذا أصلاً قبل أن يبدأ الجهاز بالعمل. تمسح ساحبات الجهاز بالماء والغاز أويل، وحسب ما يقول عصمت حول هذه المرحلة بأن الخيوط تربط على الجهاز بشكل محكم، ثم يبدأ العمل. وفي هذه المرحلة تتحول الخيوط إلى قماش، أي أننا في مرحلة مهمة لنهاية هذا العمل الذي يحتاج في هذه المرحلة
إلى 15 أو 20 يوماً لإكمال قطعة قماش تكفي لخياطة بدلة كردية أو زي كردي كامل. وفي هذه المنطقة غالباً ما تسمع صوت هذا الجهاز. الآن انتهينا من صناعة القماش، لكن العمل لم ينتهي بالكامل. نحن الآن في مرحلة تسمى بمرحلة الكبريت، حيث يغسل القماش أو يرطب، يوضع بشكل هرمي داخل وعاء كبير، ثم توضع عليه كمية من الكبريت وتشعل عليه النيران بقطعة ورقية لتختلط رائحة الدخان والكبريت في القماش لتكسبه رونقا وقوة. من الممكن أن نعاتب أحياناً على غلاء سعر هذا القماش، لكن العمل لإعداد وإنهاء صنعه صعب جداً. القماش أخذ رائحة الكبريت، ووصلنا الآن إلى مرحلة الطوي، حيث تطوى قطعة القماش على قطعتين حديديتين من البليت. يلف عصمة القماش على جهاز علق على الحائط. يغلي الماء مرة أخرى، ثم يضاف إليه ملح الليمون. وبعد تسخين القماش داخل هذا المحلول نكون قد وصلنا إلى مرحلة الكبس، وبجهاز آخر مختلف، وتترك إلى أن تجف. وبهذه المرحلة نكون قد حصلنا على النتيجة النهائية للقماش الجاهز للخياطة. الأقمشة الجاهزة للخياطة في إحدى غرف العم عوديشو بجميع ألوانها وأشكالها، وهو يبيعها بشكل مباشر من بيته للخياطين، والراغبين بشراء الأقمشة يزورون بيته دوما. هو يفهم جيدا أذواق الزبائن. وحول الأسعار، يقول العم عوديشو بأنها غالية فعلا، حيث تتراوح أسعارها ما بين 250 إلى 1200 دولار. للعم عوديشو زبائنه يأتونهم من جميع مدن ومحافظات كردستان. عبد الرزاق خياط قصد العم عوديشو من أربيل ليرى ما الجديد لديه. هذا الخياط يشتري قماش الكر منه منذ أكثر من 15 عاما. هو الآن
يبحث عن أفضل وأجدد الأنواع المعروضة لديه ليعرضها في محله. هذا القماش الذي سجل تاريخا طويلا في هذه المنطقة وأصبح جزءا من هويتها.